ايش الفيلم؟ حلو بس يعني جديد شوية، يعني تدري جاسي شوية. وش جاسي؟ ليش حلوة؟ مساعدة بهم بعض، أنا مستمتعة الصراحة. هالشي اللي أنا محبة جديد، إيش حق يذبحون بعض وتذابحون؟ إيش تبي في هالأفلام تشوفينها الله يهدوك؟ حلوة الأكشن. إي بس قصر قبته هذه أنا ما داني الدم. أنا أحب الدم. إيه إذا مو بعدلة لي هالبشريون تشوفون مثل هالأفلام يقلدون بعضهم. ترى هالايام اللي هال تقليد كله يقلدون كنا بكمبيوتر، ما يصير عاد. لا 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 لا، انا قافله هالاشتراك مالي برايفت، حط عليه باسورد رقم سري. اذا انا فتحته شو باسورد؟ يعني معاك انا؟ يعني اذا رحت انت بروحي ينقفل؟ اي ينقفل. بل 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 بل، شوفي ديده، شوفي مصع يده. لا يا ديده مو بحلو والله. كله تمثيل يا يمه، كله تمثيل ما بصدق. لا بس هاي يعني ما ادري قلبي يعبرني، انا ما احب كذي اشوف. أنا أحب يعني أفلام حليوة، أفلام عربية، مسلسلات، إيه ضحك شيء كذي. بل 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 ذبحها ذبحها ذبحها. خلاص أطرعي، أنا بطالع. ها؟ أنا بطالع على الطرعي. ما يصير بعد، أنا قاعدة معك يدي أنا ما تشوف. يا إذا شو الحب؟ أنا بعطيك كود. يعني لحظة، من ذي المسلسلات اللي يحطونها ولا الافلام كلها مقطعة وما له معنى ما فينا. ويا ديده والله العظيم انا بعطيك كود يا ديده مال مسلسلات قبل الحلوه، مسلسلات الحين وخي يلوعون الكبد. الله يطلق هذه، الله يخلع لها مرته، الله يطردها، الله يضربها، الله ولا لها اي طعم يا ديده. انا بعطيك كود، ها مسلسلات ما تتوال وشوفي على راحتك. هالمسلسلات القديمة طرعيها بروحك، هذه أنا متكلفة فيها الاشتراك. وبعدين هالاشتراك عيب المسلسلات والأفلام الحصرية شبلات انتي. انت شفيت صيدت غرور انتي؟ ما أدري من معلمت على هاي القنوات وأنا بعد شفيت. من قالت قنوات؟ هذه منصات رقمية تشتركين فيها في الشهر بمبلغ معين، وكل شهر تشوفين الأفلام اللي في مكتبتهم كلها. يا بنت الناس، لا نبي اشتراك ولا نبي شيء، أنا بعطيك كود شوفي على راحتك المسلسلات مالتول والضحك ودرب الزلم وما أدري شنو وفايز التوش وكل شيء بهباش وأفلام غير وغير وغير. ويه، من قالت أحب أشوف المسلسلات الخليجية؟ أنا أحب الأجنبية، كان تعرفين من الأجنبي القديم؟ إيه؟ بطلعهم صاجة. إيه؟ أبوك الله يسلمك، ها؟ ولا أمك الله يرحمه سكنه من الينة؟ جايبينك في سويسرا، تعرفين الإنجليزي بعد لو ما تترجمه؟ والله ما فهمتي شيء. ويه، ما يسوى علي، قلت له اشتعل سيريموني عند التلفزيون ويبدي هالبوب كورن قعدت تلطينه لط. أقول لك شيء، حطي لنا فيلم هندي بس، خل نسد حلجك بالكلام. ديدا، ليش عرفنا ايش نبي في هالسوالف؟ يومي خمدي. ها؟ يومي خندي. وانتي؟ بس أنا باقي دوسة. يا مال الضعف اللي تضعفتش.